الأمل والاجتهاد والكفاح وتحدي الظروف كلها مصطلحات استطاع أن يحققها الشاب الباكستاني محمد إكرام مبتور الذراعين في حدث لافت للأنظار، حيث حقق إكرام شهرة واسعة في أوساط لعبة البلياردو واتجه من فيصل آباد كبرى مدن شرق البلاد. هو من عائلة فقيرة، عاش كأشقاء الثمانية طفولة صعبة شعر فيها بالعزلة بلا أي تحصيل علمي، وفي سن المراهقة بدأ يرتاد قاعة للبلياردو ثم أعجب باللعبة وانكب على التمرن على أصولها سرا. في البداية كنت أرمي الكرات منفردا على طاولة بلياردو فارغة، بعدها بدأت أطور مهاراتي تدريجيا وداومت اللعب مع الآخرين. حصل إكرام على الكثير من الإعجاب بالدقة والقوة الكبيرتين لضرباته التي يسددها بمساعدة الأقنعة، فبعد سنوات من العمل الدؤوب يمكنه الآن مواجهة أي شخص في أكثر لعبة تعتمد على ما يملكه هذا الشاب المثابر. وخوفا من تعرضه لأي إصابة منعه والداه طويلا من اللعب قبل أن يوافق في نهاية المطاف على عودته لممارستها العام الماضي. وسريعا انتشرت تسجيلات مصورة له خلال اللعب، مما جعله من المشاهير في أوساط لاعبي البلياردو الباكستانيين، وأكد للجميع فوزه في صراع الحياة، وأثبت لهم أن الإعاقة ليست جسدية إنما هي إعاقة وعجز في التفكير والتطوير من الذات. ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué?